سادة الفضلاء، سادة السيد الكبير رئيس الغرفة بمحكمة النقد، مرحبا بكم في هذه اللجنة. أستاذ هشام بلوي كاتب عام لرئاسة النيابة العامة، مرحبا بكم كضيوف علينا في مبيك القانونية الأقصرية والشمالية لجامعة سيدي محمد في فاس. زملائي أساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة، أولا أستاذ المتميز المتعلق الأستاذ العزيز العتيقي أستاذ تريم العلي بكلية القانونية الأقصرية والشمالية بفاس، وصديقنا العزيز الأستاذ مهدي أمراني أستاذ تريم العلي بكلية القانونية الأقصرية والشمالية بجامعة الإسماعيلية إسماعيل بمكناس، وزميل وصديق أستاذ سي محمد السهيلي أستاذ مؤهل بكلية علوم القانونية الأقصرية والشمالية بجامعة محمد الله بفاس. مرحبا بضيوفنا الاعزاء من مختلف الهيئات، السيده الرئيسه والسيده الاستاذ الضباط، السيده الاستاذ المحامون، مختلف الفعاليات المتواجده معنا اليوم، الطلبه والطالبات، رئيس الدكتوراه، مرحبا بالجميع. نلتقي اليوم من اجل مناقشه بحث لنيل شهاده الدكتوراه للطالب الباحث علي الادريسي، الموطأ بعنوان التوجهات الحديثه لتنفيذ السياسه الجنائيه في ظل استقبال النيابه العامه. وقبل ان اعطي الكلمه للمرشح لكي يقدم عرضا حول الاطروحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، السيد الرئيس المحترم، الساده اعضاء اللجنه المحترمين، ايها الحضور الكريم، كل بصفته واسمه والاحترام الواجب للشخص. واخيرا السيد العلي تحقق الحلم، مرت 15 سنه من بقاء مناقشته لرحال هذه الكليه، وعلى مستند انذاك الليل دكتور دراسات العليا المنطقه القانون الخاص، وصدق الامل وعده معي لاقف اليوم امامكم كمترشح لنيل شهاده الدكتوراه باطروحه تحت عنوان التوجهات الحديثه لتنفيذ السياسه الجنائيه في ظل استقلال النيابه العامه. بضمان السر المهني، طالما ان المحامي ملزم به كسائر الموظفين العموميين، مع العلم ان هناك من المشرعين المقررين، المشرع الفرنسي على سبيل المثال، من ذهب اكثر من ذلك حين اعتبر مؤسسه النقيض كمؤسسه من مؤسسات الاحكام الحقوقيه، ومنحها من يجب على الحق في زياره اماكن الحمام وكذلك من الحريه في اي وقت يمكن. الملاحظه الرابعه التي تم تسجيلها فيما يتعلق بغياب عدالة شرعية إجرائية وعدم استيعاب المجتمع المغربي إلى الآن وبشكل شمولي وموضوعي لحقوق ضحايا الأفعال الإجرامية من خلال عدم اهتمامه بشكل تشريعي بضحايا الانتهاك الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة عدم مسابقته إلى تاريخ يومين عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما، وكذلك من خلال الضعف الذي يعتني بالإجراءات التشريعية لضمان عدم الإفلات من العقاب بعدم التنصيص أولا على عدم تقادم جريمة التهديد وعدم تقادم جرائم تجاره البشر باعتبارها جرائم ضد الانسانيه، كذلك من خلال عدم اهتمامه الى يومين. قبل ما نعطي الكلمه للسيد العزيز العتيقي، اود ان ارحب مجددا بمختلف الحاضرين معنا من مختلف الهيئات القضائيه. مرحبا بكم سيد الوكيل، مرحبا بكم سيد الرئيس، مرحبا بالسيد الضباط، مرحبا بالامين حاضرين معنا وكل المهن القضائيه اللي حاضرين معنا من مختلف المهن، مرحبا بكم معنا. لان الموضوع هذا راه مشكل منك انت ماشي مني انا ولا من هنا، لان الموضوع تناولت فيه شيء كثير بزاف، وطبيعه الحال كنا الان هذه ليست شاهد للسير يعني، لكن انما كنا تحدثوا على مسطره مناقشه، ونعلم انه ولو بقينا هنا اسبوع ما غاديش نمكن هذا، ولذلك سوف نكتفي باختصار وما قلته الان لم يكن الا عتابا بيننا، والعتاب كما قلت لك على قدر الهوى ياتي العتاب، ولأننا لم نلتقي مدة طويلة فاللواعج كانت كثيرة فتحمل. عزيز، أستاذ سيدي بلمير،
تقلدت مهام ومناصب متعدده بالاضافه لمهامها كقاضيه، هي الان رئيسه غرفه بالفاتنو، لكنها دائما كانت الباحثه المتالقه. سلسة يمين هي عضو المجلس الدستوري لمرحلتين. سادة سعدية بن مير قبل ذلك شرف صاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني حينما كانت وهي التي قدمت أمام المرحوم الحسن الثاني بالقصر الملكي بفاس ياك السادة الفاضلة نتائج لجنة التعديلات من دونة الأحوال الشخصية. حنا في الغد الآن خدينا بجوج الأفقي هو اللي خدينا النار، العمودي هو اللي عندنا، أمير المؤمنين هو السلطة الأساسية وهو يفوت الصورة للباقي. هذه القراءة العمودية مايمكنش بعدها، وكان بتصبر القراءة الأفقية هي اللي تصبر أنه كان السلطة الليبية شهدت ليبيا فقط، وبالتالي أنه يمكن يتكلم على قصصه التام ماشي التام، يعني بعد أن الآن في النموذج المغربي كما لك خصوصية. السيد العزيز والسيد العميد المحترم، كلمة حق، كلمة حق أود الجهر بها هذا اليوم ونحن في جلسة مناقشة أطروحة تقدم بها الباحث سعاد إدريس الحسني. كلمة حق تجسد الاعتزاز والحبور الشرف العظيم الذي استشعره وانا عضو من هذه اللجنه الموقره التي تجمع ثله من خيره الاساتذه والقضاه الممارسون لحبولتهم الفكريه والعلميه وتكوين الخطوه والبحثيه بصفه عامه. صادر في 23 سبتمبر 2008 بمصادقة على مكتب الدوام الإدارية الخاصة بمنصب الدكتور، وبتاريخ 17 يوليوز 2011 ناقش السيد علي إدريسي حسني المستاذ بتاريخ 1 يونيو 1977 بفاس وحاصل على الإجازة في القانون الخاص دورة يوليوز 2002 إجازة مستحسنة والحاصل على دبلوم دراسات العليا المعمقة في قانون الأسرة والطفولة إجازة مستحسنة دورة ماي 2006 وطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص مركز دراسات الدكتوراه العلوم القانونية والسياسية بمختبر بحث القانون الفلسفة والمجتمع. حضرنا تحت إشراف الأستاذ محمد بوزافة حول موضوع التوجهات الحديثة لتنفيذ سياسة جنائية في ظل استقلال النيابة العامة، وقد تكونت لجنة مناقشة من السادة الأساتذة الأستاذ محمد بوزافة والأستاذ تميم العلي بكلية الحكم بفاس مشرفا ورئيسا، الأستاذ عبد العزيز العاطفي أستاذ تميم العلي بكلية الحكم بفاس مقررا، الأستاذ نور الدين العمراني أستاذ تميم العلي بكلية الحقوق بمكناس مقررا، الأستاذ محمد الزهيري أستاذ مؤهل بكلية الحكم بفاس مقررا، الأستاذة سعدية بن مير رئيسة غرفة بمحكمة النقد عضوا، الأستاذ هشام بلوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة عضوا، وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة المذكورة آنفا ومنح السيد علي إدريسي لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا. مع التوصية بالنشر ومع تنويه لجنة المناقشة بالباحث.
بليزير.